السلام عليكم، معكم أحمد عادل، وتعالوا نزداد علما في موضوع الفلتر اللي كلنا اتكلمنا عنه في فيديو سابق. احنا عارفين ان الفلتر هو وسيلة للتحكم في الرؤية، في الفيجواليزيشن بتاع الداتا اللي عندنا. اتكلمنا عنه في الفيديو اللي قبل كده، على من خلال الاتريبيوت تيبل ازاي الفلتر اللي هي مجموعة الادوات ديت اقدر اتحكم فيها بيها عن ايه الداتا اللي هتظهر لي في الجدول. وشفنا قد ايه هي مفيده في حاله ان يكون عندك فايل فيه كميه داتا كبيره، ان انت مش عايز الميموري بتاعت الجهاز تتملي بكل الداتا، ومش عايز ان انت تشوف كل ده، خصوصا لو انت ناوي تطبع الجدول او تستخدمه مثلا كجزء من الماب اللي هتنتجها، فانت مش عايز تشوف كل الداتا دي، عايز تشوف بعضها بس. فشفنا ازاي نتحكم في الاظهار من خلال هنا. تعالوا النهاردة بقى نشوف فلتر من خلال النافذة الانترفيس من هنا، عن طريق ان احنا لو دوسنا رايت كليك على اي شيب فايل هلاقي في القائمة دي هيطلع لي هنا امر فلتر. ده مختلف عن اللي فات، ان انت من هنا بتتحكم في الفيجواليزيشن اللي بيظهر لك في الكانفاس ده. طيب انا عندي هنا ادي كل الأعمدة اللي موجودة في هذا الشيب فايل. لو انا غيرت الشيب فايل هتطلع لي اعمده مختلفه. ايه اللي انا لازم قبل طبعا ما اعمل اي بيلد كيوري، هو في الاخر كلمه كيوري بيلدر يعني هيكتب لك يظهر ايه وما يظهرش ايه بشكل رياضي، لو كذا اظهر ولو كذا ما تظهرش. لازم في الاول اكون انا عارف انا عايز اعمل ايه او عايز اظهر ايه. انا اللي عايز اعمله دلوقتي ان انا عندي ستريمز كتيره خالص، الشبكه بتاعت الستريمز ماليه الووتر شيد، فانا عايز اخففها شويه عشان تبقى شكلها احلى في البرينتنج الطباعه، بس مش عايز اعمل ديليت لحاجه، انا بس عايز اتحكم في الاظهار، انما الداتا تفضل لاي استخدام مستقبلي يعني. طيب في الحاله دي انا الانفورميشن اللي هتتحكم لي في الموضوع هي اوردر. اوردر هي رتبه المجرى المائي، فانا عايز اظهر بس الاحواض اللي رتبتها عاليه. طبعا واضح ان اي شغل على الجي اس محتاج باك جراوند في الهيدرولوجي عشان تبقى عارف تركب الاكسبريشن بتاعك يعني. طيب يا ترى الاوردرز اللي عندي ايه عدد الرتب اللي عندي هنا عشان اعرف اخفي ايه واظهر ايه، عشان انا طبعا مش حافظ ومش المفروض ان انا ابقى حافظ يعني الاوردرز او اي داتا يعني. فانا هنا في النافذه اللي على اليمين هنا بيديني الفاليوز بتاعت الفيد اللي انا مختاره. فانا من خلال الاوردر لو دوست اول ادي كل القيم اللي عندي في العمود اللي اسمه اوردر. فانا كده فهمت اني عندي 6 اوردرز للمجاري المائيه دي من 1 لـ6. اظهارهم كلهم معنى عشان كلهم ظاهرين هو ده اللي عامل لي الشكل الكثيف ده، فانا عايز اظهر بس بعضهم اللي هو الرتب العاليه. طب يا ترى هاظهر من اول كام؟ الجميل هنا ان انا عندي في الويندو دي زرار تيست، فانا مش محتاج اعمل اوكي، انا هقعد اختبر كذا مره كده هيبان، ولما الاقي الحاجه اللي انا عايزها هدوس عليها اوكي هي دي اللي تثبت. فانا من الاوردر مثلا عايز هنا هكتب الاكسبريشن، النافذه اللي تحت دي تكتب اللي انت عايزه يعني. فانا عايز ان الاوردر ادوس دبل كليك عليها يظهر لي الاوردرز اللي هم اكبر من، انا عايز ايه؟ انا مش عايز، انا عايز الاوردرز العاليه بس. طب ادوس كام؟ لو دوست 6 هيحصل ايه؟ انا هدوس كليك، انا عايز ادوس 6 دلوقتي ويا ترى هتست المشهد. طب هل انا اقدر اتوقع النتيجه قبل ما ادوس اوكي او تست؟ الحقيقه طالما انا الداتا عندي اخرها 6 وانا هنا قلت له اظهر لي الاوردرز اللي اكتر من 6، انا معنى كده ان انا بطلب اظهار حاجه مش موجوده اصلا، فبالتالي انا متوقع لما ادوس تست ان انا مش هيطلع لي اي ستريم هنا. تعالوا نختبر كده الاكسبريشن اللي احنا كتبته هنا ده. قال لي مفيش اي داتا في زيرو من الروز او زيرو من الاوتبوتس ظهر عندي، وهو ده اللي باين ان خلاص اختفت كل شيء. طيب طب انا عايز مثلا، طب خلاص لا كده غلط، طب انا عايز يظهر لي الستريمز اللي هي رتبتها 6. ممكن حاجه من اتنين، يا اما اخلي الاوردر اكتر من 5 يظهر لي الاوردر ذات من 5 اللي هي تبقى 6، وممكن اوبشن تاني ان انا اعمل سيلكشن لكلمه اكبر من واخليها اكبر من او يساوي. في الحاله ديت انا هيحصل عندي اني ادوس تيست هلاقي اظهر لي هنا المجرى اللي هو الليفل بتاعه رقم 6، ويقول لي هنا
في سطر سريع كمسج سريعه الاوتبوت بتاعي ايه بتاع التست ده. طيب هل انا الماب دي هتطلع شكلها حلو وهي فيها الاوردر رقم 6 بس؟ الحقيقه لا، مش عجباني يعني، حاسس انها فاضيه. فطيب هنقول حاجه تانية، نخليها 4. لو انا معنى كده ان السطر ده بيقول له اظهر لي الاوردرز رقم 4 لان في يساوي و5 و6. فما ادوس تيست هيطلع لي طبعا العدد زاد زي ما احنا متوقعين، وهلاقي ان الشبكه الستريمز او بيتسمى يعني الشبكه النهريه وصلت. انا كده شايف ان انا هبقى يعني عاجبني الماب لو طلعت بالشكل ده، على خلاف المنظر اللي كان مليانه كلها ستريمز في الاول. طيب انا كده تمام، ادوس بقى اوكي. هلاقي ان الشيب فايل اللي كان عندي اتضافت له ايقونه هنا اللي هي ايقونه الفلتر. دي معناها انه بيقول لي خد بالك ان الشكل اللي انت شايفه ده مش مرسوم بكافه الداتا، الداتا دي معمول لها فلتر، بعضها مخفي وبعضها ظاهر. لو انا دوست رايت كليك هنا وفتحت الاتريبيوت تيبل هلاحظ حاجه، انا هعمل اوردرنج بالاوردر، هلاقي ان المينيمم عندي 4، ولو عملت كده هلاقي الايه الماكسيمم 6. معنى كده ان اللي احنا اخترناه من خلال النافذه دي انعكس على الاتريبيوت تيبل واخفى ليا كل الداتا الاخرى مش ظاهره. طيب تمام، انا كده بقى ايه ماشي خلاص، طبعت الخريطه وتمام. عايز ارجع الوضع كما كان. كنا شفنا قبل كده ان في هنا امر اسمه شو اول فيتشر، لكن يا ترى لو انا استخدمته هنا هينفع ولا لا؟ انا كده قلت له شو اول فيتشر، المفروض دلوقتي اتوقع ان انا لو عملت كده الاقي الاوردرز 3 و2 و1. الحقيقه مش لاقيهم مع ان انا عملت شو اول فيتشر. ايه السبب؟ السبب اني هعمل هنا رايت كليك وادوس على فلتر. السبب ان الاكسبريشن ده موجود، بمعنى حتى رغم ان انا قلت له شو اول فيتشر هو فهمها شو اول فيتشرز اظهر لي كل شيء مع الاخذ في الاعتبار الشرط ده، فهو اظهر لي بالفعل كل شيء من 4 ل 6. يعني انا ممكن طبعا طول ما ده موجود هيفضل الوضع كده. طب يبقى ايه فايده الفلتر اللي هنا؟ الفايده انك تقدر تتحكم كمان، يعني تزود ليفلز من التحكم، فتقول اظهر لي في ظل الستريمز بس من 4 ل 6، اعمل لي فلتر كمان مثلا ان يكون في لوكيشن معين او يكون ذو لينس معين او ايا كان يعني. طيب ماشي، يبقى احنا فهمنا ان اللي انا عامل له كنترول للفلتر من هنا ما بيتشالش من هنا. طيب الحل، انا عايز ارجع ابين كل حاجه، الواضح ان الحل ان انا ارجع هنا على الفلتر واشيل الاكسبريشن ده، اشيله ان انا ادوسها من هنا كده واعمل له ديليت، او حتى في زرار كلير من هنا خلاص نقول اوكي كده تمام. تمام، هل ينفع اوصل لنفس النتيجه من الاتريبيوت تيبل؟ ايوه، زي ما خدناها في الفيديو قبل كده، انت ممكن من هنا تعمل، ممكن تعمل اكسبريشن وتكتب نفس الكلام من هنا كده وتقول اوردر، تقول اكتر من، تقول مثلا 3، تمام. لو دوسنا اوكي هنلاقي انه خد وقت طويل لان كده بدا الحسابات على طول. نفس النتيجه وصلنا لها تمام في الاتريبيوت تيبل، لكن ما انعكستش على الشكل. طيب يبقى احنا كده خدنا بالنا ان احنا لازم ننتبه على الفرق ما بين التحكم بالفلتر من الاتريبيوت تيبل ومن بره كده. ان شاء الله تكون المعلومه دي مفيده، يا ريت رجاء يعني لو تعرفوا حد ممكن يستفيد من الفيديو دوت، سواء هو كان كيو جي اس يوزر او ارك جي اس يوزر، يا ريت تشيره معاه عشان تعم الفايده ويبتدي يظهر مجتمع عيني لينا للكيو جي اس عشان نتبادل المعرفه. وفي الاخر العلوم دي علوم تراكميه يعني، فكل واحد هيمد ايده بمساعده هينبني يعني الخبره الجماعيه لينا في هذا البرنامج يعني. شكرا لكم والسلام عليكم.